عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هكلمكم دلوقتي عن حاجة جديدة من السوبر فود اللي كل شوية بفكركم بيه، بس المرة دي هكلمكم عن حاجة رخيصة جدا ومتوفرة ومتاحة، وده السيزون بتاعها من وقت للتاني. لازم تاكلوا بطاطا. البطاطا الحلوة يا جماعة انتوا مش متخيلين كمية فوائدها. المشكلة ان احنا متعودين ناكلها مشوية في الفرن، او في ناس بتعملها مسلوقة وخلاص كده. البطاطا انا باكلها حادقة، انا عن نفسي يا اما بقطعها مكعبات واحطها في الفرن، برشها رشة زيت، ممكن تستخدموا البخاخة بتاعت المكوة دي رشة بسيطة، وتقعدوا تدوها تقلبتين، ممكن تحطوا عليها قرفة، ممكن تحطوا عليها ملح وكمون. وساعات بهرسها بسلقها زي البطاطس، بقشرها وبسلقها وبهرسها وبحط عليها ملح وكمون، بيتعمل منها شوربة ظريفة جدا جدا جدا، هي وقرع العسل. مش متخيلين مفيدة ازاي. ايه هو السوبر فود اصلا؟ السوبر فود هي اكلات اثبتت الدراسات على مر العصور انها ليها تأثير قوي جدا في تحسين صحة الانسان. اكيد كل الاكل ليه فوائده، بس في اكل لازم يعدي علينا مرة مرتين ثلاثة في الاسبوع، يبقى على طول في بالنا، نبقى على طول بناكله. مشكلة اهلينا وجدودنا ان هما كنا مهتمين اكتر بالطبق يبقى مليان ونشبع. الموضوع تغير دلوقتي، احنا اهم حاجة ان في اكل لازم، الفلفل الالوان، الفراولة، الحاجات اللي لونها اخضر، الحاجات اللي لونها احمر داكن، كل الحاجات دي مهمة جدا لصحة. فمن وقت للتاني لازم تاكلوها. البطاطا ليها طرق كتيرة جدا وليها وصفات كتيرة جدا. هي ليه مفيدة؟ البطاطا غنية بمادة اسمها الكولين، للناس اللي عندها أرق يا جماعة والناس اللي عندها ستريس. المادة دي بتساعد على الاسترخاء، بتحسن كواليتي النوم جدا، حلوة جدا انها تحسن الذاكرة وتحسن اداء اولادكو في المذاكرة. غنية بالبيتا كاروتين اللي هو موجود برضو في الجزر وموجود في قرع العسل، فالبيتا كاروتين ده مهم جدا كمضاد للأكسدة. وغنية بفيتامين A اللي احنا بنقول عليه فيتامين الجمال، اللي هو مسؤول عن ان هو يخلي التجاعيد عندنا تقل شوية. مفيش حاجة سحرية، بس احنا بننتظم على الحاجات دي فبتحسن اداء بشرتنا، شعرنا، جسمنا. غنية كمان بالبوتاسيوم، وده اللي بيخليها حلوة جدا لصحة القلب، الأوعية الدموية. البوتاسيوم معروف ان هو بيظبط مبسوطة قوي في حتة الشمس اللي جت دي بيظبط السوائل في الجسم، فده بيخلي البطاطا حلوة جدا لضغط الدم، لتظبيط ضغط الدم، وحلوة جدا لمرضى السكر كمان، علشان البطاطا الجلايسيميك اندكس بتاعها قليل، فهي كمان حلوة انها تكون مصدر من مصادر الطاقة وما تخنكوش. هي فيها الياف معقدة، وهي تعتبر من الكربوهيدرات المعقدة. قيمتها الغذائية عالية جدا، غنية بالحديد، فده بيخليها من الحاجات اللي بتقاوم انه يحصل فقر دم او انيميا، عشان كده دايما بنوصفها للحوامل. فيها سورس الفيتامين اي اللي هو برضو مهم جدا للحوامل في السكند وثيرد تريمستر. وغنية كمان بمضادات الاكسدة عموما، وفيها قلنا البوتاسيوم، المغنيسيوم، الحديد. المعادن دي بتخليها قيمتها الغذائية حلوة جدا ان انتوا تدوها لاطفالكم وان انتوا نفسكم تاكلوها من وقت للتاني. فالفكرة في ان احنا لازم من وقت للتاني نفكر في السوبر فود ده، اللي هي الاكلات او الخضار والفاكهة اللي لازم يكون موجود في اللايف ستايل بتاعنا. نفكر على طول لا، ما كناش بطاطا، ما كناش رمان، ما كناش تفاح، الحاجات دي لازم نفكر نفسنا بيها. شجعوا نفسكم وشجعوني، وكله حاجات مفيدة. ومتشكرة قوي ان انتوا بتسمعوني، ويا رب ما كنتش طولت عليكم في الفيديو ده. وبليز اما تشجعوا نفسكم كده حطوا هاشتاج دكتور بيبي لايف ستايل، علشان كلنا ندخل على هاشتاج ونلاقي حاجات انسباير وتدينا كده بوزيتيف انرجي ان احنا بنفكر في نفسنا وبنفكر في صحتنا بالشكل الإيجابي. وبس كده، باي باي.